قم بضرب 5 A ناقص 2 مضروبة في 4 A تربيع زائد 3 A ناقص 1. إذن هنا سنضرب عبارة ذات حدين بعبارة ذات ثلاثة حدود. إذن أداة فويل ستنجح هنا، ستنجح فقط إذا كنا نضرب عبارة ذات حدين بعبارة أخرى ذات حدين. إذن هنا علينا أن نرتكز على خاصية التوزيع. ما يمكننا أن نفعله هو يمكننا أن نوزع العبارة ذات الثلاثة حدود هذه على العبارة ذات الحدين. يمكننا أن نضرب 4 A تربيع زائد 3 A ناقص 1 بكل من 5 A و 2. وهذا سيعطينا، دعوني أفعله بهذه الطريقة، هذا سيعطينا 5 A مضروبة في 4 A تربيع زائد 3 A ناقص 1، ومن ثم لدينا زائد ناقص 2 زائد ناقص 2 مضروبة في 4 A تربيع، إذا ناقص 2 مضروبة في 4 A تربيع زائد 3 A ناقص 1. كما ترون فإن كل عبارة من 5 A ناقص 2 قمنا بضربها بهذا كله. الآن نوزع 5 A على كل هذه العبارة. خمسة A ضرب أربعة A تربيع تساوي 20 A تكعيب، زائد خمسة A ضرب ثلاثة A تساوي 15 A تربيع، زائد خمسة A ضرب ناقص واحد تساوي ناقص 5 A. ثم زائد ناقص 2 ضرب 4 A تربيع تساوي ناقص 8 A تربيع، ناقص 2 ضرب 3 A تساوي ناقص 6 A، ناقص 2 ضرب ناقص 1 تساوي 2، إذن زائد 2. والآن يمكننا أن نجمع العبارات المتشابهة. لدينا عبارة واحدة فقط مرفوعة للقوة 3 وهي 20 A تكعيب، لذا دعونا نكتب ذلك. ومن ثم دعونا ننظر إلى عبارات A تربيع هنا، ولدينا 15 A تربيع ناقص 8 A تربيع. فإذا كان لدي 15 عنصر من شيء ما وطرحت منه 8 فسأحصل على 7 عناصر من ذلك الشيء. إذن من ثم لدينا ناقص 5 5 A ناقص 6 A، وهذا يساوي ناقص 11 A. إذن ناقص 5 A مع ناقص 6 A ناقص 11 A. ثم أخيرا لدينا هذا الثابت هنا أي لدينا موجب 2. الآن سأوضح لكم طريقة أخرى للحصول على نفس الإجابة. لقد انتهينا وقمنا بالتبسيط وقمنا بجمع جميع العبارات المتشابهة. الطريقة الأخرى للقيام بذلك هي أن نستخدم خاصية التوزيع مرتين، لكنها مشابهة أكثر لكيفية ضرب الأعداد. فإذا استخدمناها يمكننا أن نأخذ هذه العبارة الموجودة هنا، أي يمكننا أن نأخذ 4 A تربيع زائد 3 A ناقص 1 ونضربها بهذه العبارة الثانية. إذن ضرب، وسوف أكتبها بنفس الأماكن، وعندما أقول أماكن فأنا أعني قوة العشرة، وفي هذه الحالة قوة A. إذن هذا موقع A للقوة 1. إذن لدينا 5 A في هذا الموقع، ثم لدينا ناقص 2 في موقع A للقوة 0 هنا، وهذا موقع A للقوة 1،
وهذا موقع A للقوة 2 مماثلة تماما لما نفعله عندما تعلمنا ضرب الأعداد في الصف الأول أو الثاني. إذن دعونا نضربهم. أولا سنضرب ناقص 2 بهذا كله. تذكروا أننا نستخدم خاصية التوزيع عندما أضرب ناقص 2 بهذا كله، فإنني أفعل نفس هذه الخطوة الموجودة هنا. إذن ناقص 2 ضرب ناقص 1 يساوي موجب 2، وسوف أكتب هذا في موقع A للقوة 0 أو منزلة الآحاد. ناقص 2 ضرب ناقص 6 A يساوي ناقص 12 A، وسوف أضعه في منزلة A للقوة 1. ناقص 2 ضرب 4 A تربيع يساوي ناقص 8 A تربيع، وسوف أضعه في منزلة A للقوة 2. إذن هذا حاصل ضرب ناقص 2 في العبارة. ثم نأخذ 5 A لدينا 5 A ضرب ناقص 1 تساوي ناقص 5 A، وسوف أضعه في منزلة A للقوة 1. ثم لدينا 5A ضرب 3A تساوي 15A تربيع، وسوف أضعه في منزلة A للقوة 2. أخيرا لدينا 5A ضرب 4A تربيع تساوي 20A تكعيب، وسوف أضعه في منزلة A تكعيب. الآن نجمع ونحصل على 2 زائد 0 يساوي 2، ناقص 6A ناقص 5A يساوي ناقص 11A، ناقص 8A تربيع زائد 15A تربيع يساوي موجب 7A تربيع، 0 زائد 20A تكعيب تساوي 20A تكعيب. إذن حصلنا على نفس النتيجة، لأننا في الحقيقة قد فعلنا نفس الشيء لكن كتبناه بطريقة مختلفة.